مرة تانية رجعت لنا سيادة الوزيرة نديم القباش. اتفضلي يا فندم. زي ما كنت بقول لحضرتك قبل ما الخط يقطع، ان يعني كلنا شفنا فنانين كانوا في عزهم في اثناء خدمتهم، وبعد كده لما بتيجي فتره تعطل او بتيجي في اخر المطاف او بنكبر ما بنبقاش قادرين ندي زي الاول، ما بقاش في طلب علينا زي الاول، فبتبقى ايام المجد كلها، مش بس المجد يعني شهره، يعني ميسره ماليه ويعني تغطيه صحيه وتغطيه تامينيه. فبدانا نشوف ملف الحمايه الاجتماعيه بدا يصعد في العالم كله. فاولا استوفينا الاول تعديل القانون او التعديل التشريع اللي بتزود موارد الصناديق. الصناديق المفروض كل ما بتتقدم الصناديق بتحصل تعمل حصيله موارد، وكمان بيعود ده على الفنانين. ده واحد. اثنين، ان امكانيه اشتراكهم في التامينات والمعاشات، بحيث ان هم حتى، والحقيقه يمكن الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي اللي هو جمال تعاون معانا كمان، بحيث ان الفنان مش لازم يدفع شهر شهر. طبعا بيقوم بدور مهم جدا يعني سيادة اللواء جمال عوض. اكيد، وبما ان الفنان اجره مش بالشهر، بيبقى بالعمل، فقلنا هنعمل مرونة بحيث ان احنا ناخد التأمينات، يعني اشتراكات اللي المفروض يدفعها الفنان على مدار اوقات مختلفة، يعني سواء هيحصل مرونة يعني مش شهريا زي اي موظف عادي. لا، علشان نعمل له مرونة، لان احيانا الاجر بتاعه ما بيكونش شهري، بيشتغل بالعمل مرة مثلا ممكن في السنة. بالظبط، فهيحصل مرونة، لكن بنشجع على الاشتراكات التأمينية. ووعدنا السادة يعني رؤساء النقابات ان احنا نعمل جلسات توعية، لان احنا برضه يمكن كتضامن وتأمينات ممكن نكون مقصرين الى حد ما، ان احنا ننشر الوعي التأميني ونفهم الناس بلغة بسيطة ازاي ان هو النهارده لو بيأمن على نفسه بيحمي نفسه قدام، وده العائد بتاعه قد ايه، خاصة مع قانون التأمينات والمعاشات الاجر اللي هو بيدفعه بيصل في الاخر الى جزء كبير من راتبه، يعني ما يبقاش انا باخد فلوس كتير وبعدين بعد كده اول ما اخرج من المعاش اخد فتات، فبنحاول نكبر يعني هتعرفوهم حقوقهم وواجباتهم. بالظبط. الحاجة الثالثة التأمين الصحي. ان احنا في حاله اشتراكه في التامين ده جزء الاجتماعي، مهم جدا جدا جدا. بالظبط، انتوا بتتعرضوا، الفنانين بشكل عام بيتنقلوا كتير، بيتعرضوا لاضواء وبيتعرضوا لانتقالات ولاجواء مختلفه وبينزلوا يعني، ففي طبعا ربنا يديهم الصحه كلهم، لكن احنا قلنا برضو نسقنا مع الزميله العزيزه دكتوره هاله زايد وزيره الصحه ان هي نعمل تغطيه صحيه للفنانين بكافة أنواعهم وأشكالهم. فتم الاتفاق برضو، عملنا هم كمان دخلوا معانا اللجنة، هم وهيئة التأمين الصحي، وعلشان نقدر نأمن التأمين الصحي للفنان من أول حياته، وخاصة لو هو بيشترك تأميني بيشترك كمان تأمين صحي. طبعا في حالات طوارئ بتيجي زي بعض الفنانين تعرضوا لحوادث، احنا كتضامن طبعا نتصرف ان احنا نشيلهم هم واسرهم، خاصه اذا كان تعطل او بقى غير قادر على العمل، فبنقدر نتدخل ونعمل احنا التغطيه دي. زي طبعا يعني في فنانين زي ما شفنا يعني حاله الفنان شريف الدسوقي لما سياده الرئيس امر بعلاجه وبنقله فورا مش بعلاجه بس، احنا مسؤولين بالاطراف الصناعيه بمراعاه ظروفهم لغايه ما يعودوا للعمل. الحمايه الاجتماعيه ممكن ما بتبقاش، بتبقى لغايه ما الشخص بيعدي الازمه بتاعته، بس الدوله يحس فيها انها سند، ده بيعزز احساسنا بالكرامه وبالانتماء والهويه، واكيد مصر ما ترضاش لاولادها غير بهذه الكرامه. فالحمايه الاجتماعيه الحقيقه احنا بننشر هذا الوعي، اذا كان بننمي موارد من خلال الصناديق الخاصه وصناديق الطوارئ، اذا كان من التامينات والاشتراكات التامينيه، او اذا كان من التامين الصحي، او ان نقف كلنا كوزارات معنيه اختصاصه في حاله اصابه الفنان باي خطر، سواء تعثر في الحاله الماديه او في الحاله الصحيه او في الحاله الاسريه. هيتم بقى ده من خلال النقابات الفن المختلفة، نقابة المهن الموسيقية، نقابة المهن التمثيلية، مظبوط؟
التمثيليه والسينمائيه موجود الدكتور اشرف زكي، الموسيقيه الاستاذ هاني شاكر، والتشكيليين الاستاذه صفيه القباني. واحنا بعد كده الجوله الثانيه مع الكتاب والناشرين والمسؤولين على الطباعه. الشيخ الرئيس مهتم بكل ما له علاقه بقوه مصر الناعمه من اول الفنان. سيادة الرئيس بيتابع الحقيقه كل التفاصيل. طبعا ده يعني بيتابعنا يعني بالذات في ملفات اللي خاصه بحقوق الناس. نحن في طفره حقوقيه، ويمكن احنا شفنا كلنا مؤتمر الاستراتيجيه، اطلاق استراتيجيه حقوق الانسان هو الانسان بشكل واضح. فكل من هو مسؤول عن قوه مصر الناعمه من اول الفنانين لغايه الرائده البسيطه اللي بتوعي الناس في القريه هو مسؤوليه مصر ومسؤوليتنا، لانهم بيساعدونا في تغيير او في يعني رجوع الوجه الجميل لمصرنا الحبيبه بتثقيفها بتنويرها بنهضتها. هي ليه مصر هتنهض بالتثقيف والتنوير والفن والوعي، وده مش هيجي غير بيكم، مش بس الفنانين اللي بيمثلوا والموسيقيين واللي بيرسموا واللي بيكتبوا واللي بينشروا، كل دول قوة لا يستهان بيها وقوة توازي أي قوة طبعا زي القوة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.